ارتفاع كبير بمعدلات تحميله حققه تطبيق ليمون 8 التابع لشركة بايت دانس الصينية مالكة تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة مؤخرا. التقارير التقنية كشفت أن التطبيق استغل الأزمة الحالية ليصعد القمة، متجاوزا بذلك تطبيقات عملاقة كواتساب وفيسبوك وجيميل ويوتيوب. ونتحدث هنا عن معدلات تحميل هذا التطبيق في الولايات المتحدة. طبعا خبراء تطبيقات السوشيال ميديا علقوا على هذا التصاعد بأن التحميل الصاروخي لليمون 8 وهو حيلة ذكية من الشركة الصينية للتخلص من الضغوط الأمريكية التي ترغمها على بيع تيك توك أو مواجهة حظره. وأضاف الخبراء أن الشركة الأم لتيك توك وهي بايت دانس استهدفت المؤثرين ومستخدمي تيك توك بشكل رسمي، وبدأت في وضع خوارزميتها على هذا الأساس لتكون قادرة على اجتذاب الأعداد الضخمة على تيك توك وبالتالي نقلهم إلى ليمون 8. فيما يتخوف مسؤولون أمريكيون من قدرة هذا التطبيق على التجسس وتحميل المزيد من بيانات الأمريكيين وإرسالها للحزب الشيوعي الصيني. تطبيق ليمون 8 الذي أطلقته بايت دانس يشبه بشكل كبير تطبيق انستغرام وكيفية عمله، وما اعتبره البعض خطوة تنافسية لانستغرام. ليمون 8 هو عبارة عن منصة وسائط اجتماعية لمشاركة الفيديو والصور، تلبي اهتمامات المستخدمين في الطعام، الجمال، الصحة وكذلك السفر. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.